بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل محاضرات موضوع رياضيات المرحلة الثانية Engineering Mathematics 2 لطلاب قسم هندسة السيارات المرحلة الثانية. الآن المحاضرة الرابعة بعنوان التكامل الثنائي بالصيغة القطبية Double Lecture 4 Double Integrals in Polar Form University of Bangalore in Nairobi College of Engineering and Science, Automobile Engineering Department. نبدأ بموضوع Polar Double Integrals اللي هو بدلالة f of r على theta، دالة تكون بدلالة ال r والثيتا على صفة تقرن ساوية، بدل أن تكون بدلالة ال x وال y أو ال x وال y وال z، يجب أن تكون الدالة continuous عامة النيجاتيف مستمرة غير سائلة في المنطقة region R حتى يكون التكامل بأصلها الثاني volume يساوي double integral من R f of r theta r dr d theta كما نرى في الرسم الموجود. فيكون ممكن أن يكون ال R أو دالة ال R هي بدلالة theta r1 theta وال r2 المنحنى الثاني r تساوي r2 of theta وبينهما region، فتكون الزاوية محددة يعني رقم معين أو اسم معين كما محددنا من الألفا إلى البيتا، تكون محددة من رقم إلى رقم آخر. أما دالة الزيت اللي هي الأضافية تكون تكون الحجم نسبة إلى الريجن بعد أخذ التكامل، لذلك بعد أخذ التكامل يعطي حجم بولر. Example 1 Evaluate F equal double integral ال r sin theta d، يجب ان نحسب التكامل لهذا او المطلوب انه حسب الفوليوم لهذا التكامل where r is the region in the first quadrant that is outside the circle خارج الدالة r او تساوي 2 اللي هي دائرة طبعا مجرد نصف قطر عن السايد كارديوت شكل قلبي على شكل r يساوي 1 زائد كوسين ثيتا، مجرد من نجم نقاط التقاطع مع المحاور يرسم الشكل القلبي. الخطوة الأولى بالحرف رسم هاتين الدالتين، وما أنه دلالة الآر والثيتا يكون من الأسهل إيجاد التكامل بصيغة الآر والثيتا أي بصيغة البولر دبل انتجرال اللي هي الصيغة القطبية للتكامل الثنائي. الرسم بالنسبة للآر تساوي 2 يساوي سهل، وكذلك الآر تساوي 2 1 زائد كوساين ثيتا مجرد إيجاد نقاط التقاطع. The region R is sketched in figure below following the two steps continued above we obtain. نجد هذا الرسم. الدبل انتجرال ساين ثيتا دي اي نحول الدي اي الى الصيغه القطبيه يكون ار دي ار دي ثيتا، والساين ثيتا تبقى نفسها لانها باتجاه المتجه z. التكامل الخارجي يجب ان تكون بدلاله زاويه دي ثيتا، ويكون بما انها هو الفيرست كوادرنت السؤال تكون من الزيرو الى الباي اوفر 2 يعني من الصفر الى 90. التكامل اما التكامل الداخلي الذي هو بدلاله الار فنرسم خط مستقيم يقطع المنحنيين، فالذي يقطعه اولا هو ال r تساوي 2 فيكون بدايه حد التكامل r يساوي 2 ونهايه حد التكامل r تساوي 2 1 زائد كوساين ثيتا الذي هو المنحنى الثاني. الان يصبح التكامل سهل بايجاد حدود التكامل او بعد ايجاد حدود التكامل، لان ساين ثيتا تعتبر ثابت بالنسبه لل dr فإن كان الـ R فقط وهو يساوي نصف R تربيع أو R تربيع على 2 أو R سكوير أوفر 2 وحدود التكامل 2 إلى 2 1 زائد كوساين ثيتا ثلاثي التكامل كما نرى. نخرج الـ 2 إلى الخارج فيكون 1 زائد كوساين ثيتا كل تربيع ساين ثيتا ناقص ساين ثيتا. عندما نريد أن نكامل قوس الواحد زائد كوساين ثيتا القوس مربع يجب إيجاد المشتقة داخل القوس وهي موجودة
مشتقة الكوساين ثيتا ماينس ساين ثيتا تحتاج إلى ماينس فقط، فيكون تكاملها ماينس ثلث واحد زائد كوساين ثيتا لكل تكعيب، وتكامل ماينس ساين ثيتا كوساين ثيتا، وحدود التكامل مجرد إيجاد حدود التكامل والتعوية يصبح الناتج 8 على 3. نأتي إلى مثال آخر. Example number 2. Find the area enclosed by the laminescape R square wall 4 cosine 2 theta. هذا المنحني على شكل يافة الرابطة اللي هي ستفار أو قاب يستخدم للرجال، نفس الرسم تقريبا، ولذلك يسمى لاميسكيت. الحل برسم هذا المنحني أيضا بإيجاد نقاط تقاطع. نبدأ برسم المنحني، والمنحني بما أنه لاميسكيت فيكون شكله بهذا الشكل. We graph the landscape كما قلنا. نبدأ بالرسم لإيجاد تجدير من الهمس، لإيجاد الحدود of integration من الوضع C from the symmetry of the region ما بأنه متماثل. Where the total area is 4 times the first quadrant portion، فيكون إيجاد جزء واحد من مربع من الربع واحد، يعني الربع الأول فنضربه في 4 مرات لإيجاد المساحة المكانية. نبدأ بالحل الـ area double integral الـ r dr d theta. الثيتا نجد لمربع واحد مع أنه لا يصل إلى pi over 4 اللي هي 45 من الصفر، فيبدأ من الصفر إلى 45 ونضربه في 4 مرات. ثم نجد حدود التكامل الداخلي بدلالة الثيتا، أي بدلالة التكامل الخارجي. نضع خط مستقيم يبدأ من البداية ويختلف عن المنحني، أو إذا كان أكثر من منحني بما أنه منحني واحد فيبدأ من صفر إلى المنحني الآر. الآر تربيع تساوي 4 كوساين 2 ثيتا، فلذلك الآر يكون جذر 4 كوساين 2 ثيتا، فيكون بدايته أو حدود التكامل من الصفر إلى جذر 4 كوساين 2 ثيتا. إيجاد التكامل يكون سهلا، فقط الآر تكون الآر تربيع على 2، وأنا نطبق حدود التكامل تصبح 2 كوساين 2 ثيتا دي ثيتا. مشتقة الزاوية الكوساين ثيتا هي 2 وهي موجودة. نجد تكامل الكوساين ثيتا 2 ثيتا اللي هو ساين 2 ثيتا. الرقم الأربعة رقم خارجي يضرب التكامل، لا علاقة له في داخل التكامل كما معلوم، فيكون التكامل 4 ساين 2 ثيتا أو ساين 2 ثيتا اللي هو من الصفر إلى باي على 4 ويساوي 4 بعد التعويض. الآن مثال آخر. Example number 3. Change Cartesian integrals to polar integrals. Find the polar moment of inertia. أول شيء تغيير Change Cartesian integrals إلى polar. ثاني شيء مطلوب الـ polar moment of inertia about the origin of the plate of density delta xy 1 bounded by the quarter circle x squared plus y squared equal 1. وهي دائرة كما نرى، ومؤشر أيضا في المثال bounded by the quarter circle، يعني لكن المطلوب هو ربع دائرة اللي معادلتها أستبدل العبارة اللي يساوي واحد in the first quadrant في الربع الأول. الحل نبدأ برسم الدائرة بإيجاد الاتكام. رسم الدائرة سهل، أستبدل العبارة اللي يساوي واحد ويكون الآر يساوي واحد، وأيضا نستطيع أن نقول أن الآر سكوير يساوي واحد، لأن الآر سكوير لأن التربيع الواحد أيضا واحد، ونحن نعلم أن الآر تربيع زائد ما تربيع يساوي واحد من نظرية فيثاغورس، أن الإكس إكس تربيع أول الأول زائد مربع أول الثاني يساوي الآر تربيع، بما أنه الآر تربيع يساوي واحد فالآر أيضا يساوي واحد.
لذلك التكامل بمجرد كفاءة حدود التكامل، يكون التكامل سهل، التكامل من صفر إلى واحد بالنسبة لـ دي إكس اللي هو التكامل الخارجي، بالنسبة للتكامل الداخلي يجب أن تكون بدلالة دي إكس، التكامل الداخلي من صفر إلى، نحن نعلم أن الإكس يزداد يساوي واحد، فيكون الواي بما أنها واي تساوي، يجب أن يكون تكون المعادلة أو حد التكامل واي تساوي بدلالة الإكس. يكون y يساوي جذر واحد ناقص x تربيع. بأخذ التكامل integration with respect to y gives بعد أخذ التكامل الداخلي أصبح النتيجة كما نرى نصف إلى واحد x تربيع جذر واحد ناقص x تربيع زائدا واحد ناقص x تربيع plus 3 على 2 على 3 dx. An integral difficult to evaluate without tables. Hints go better if we change the original integrals to polar coordinates. كما أسلفنا أحيانا بعض التكاملات تكون من الصعب إيجادها إلا بالتكاملات العددية أو بالكمبيوتر، ولذلك نعوض الـ r الـ x يساوي r cosine theta والـ y يساوي r sin theta التي هي أساس التكامل القطبي، لأن يعني التكامل القطبي يحتوي على r و x و y و theta، فيكون ال y يساوي r sin theta و x يساوي r cosine theta and replacing dx divided by r dr theta نحصل بعد تغيير التكامل إلى التكامل القطبي ال x تربيع زائد y تربيع هو نفسه ال r تربيع في مضروبة في ال dy dx نعوض بدلها ال r dr theta. تكون حدود التكامل أيضا سهلا لأن ال r يساوي 1 فتكون التكامل ثيتا من الصفر إلى الباي أوفر 2 والآر من الصفر إلى الواحد. بعد أخذ التكامل والتعويض يكون الناتج باي أوفر 8. لماذا يكون التكامل هنا مؤثر؟ السبب is that x square plus y square simplifies to r square. السبب إنه بسهولة نعوض الـ x اللي زائد الحدة إلى r تربيع فتختفي الصيغة المعقدة التي هي الحدين. Another is that the limits of integration becomes constant. وحدة التكامل أصبح التوابع، فيكون التكامل بعد تحويله إلى الصيغة القطبية تكامل أسهل بالنسبة للدوائر الذات أو المنحنيات الدائرية. نذهب إلى تكامل آخر. Example 4. The sphere of radius A centered at the origin is expressed in rectangular coordinates as x squared plus y squared plus squared plus squared will a squared. طبعا هذه كرة لأنها من ثلاثة حدود x تربيع مع المحاور الثلاثة x تربيع زائد y تربيع زائد z تربيع تساوي a تربيع. And hence its equation in cylindrical coordinates is r squared plus z squared equal a square. Use the equation and a polar double integral to find the volume of the sphere. In cylindrical coordinates, the upper hemisphere, يعني النصف الكرة العلوي, is given by the equation z equal root a square minus r square. فهذا النصف العلوي تكون معادلته مثل ما موضح في الرسم، والمعطى السؤال تكون the volume enclosed by the entire sphere is volume 2 لأنها نصف كرة نظرة النصفان نضرب التكامل في 2 فيصبح التكامل بالصيغة التي نراها volume يساوي 2 double integral of the region جذر أي تربيع minus r تربيع في ال dA where r is the circular region shown in the figure. Thus يصبح التكامل بعده زراعة التكامل يجب أن نجد حدود التكامل، فحدود التكامل ال r تساوي A فيكون ال r من الصفر إلى ال A، وبما أنها دائرة فتكون من الزيرو إلى 2 باي يعني من الصفر إلى 360. ال dA تصبح r dr dθ
التي ممكن أن تدخل للداخل حتى نجد حدود، نجد مشتقة داخل القوس أو مشتقة داخل الجذر، حتى أصبح التكامل يكون سهلا كالتكامل البسيط المأخوذ في المرحلة الإعدادية والمرحلة الأولى الكلية. تكون نتيجة التكامل 2/3 أي تكعيب دي ثيتا تكامل من 0 إلى 2 باي، وأيضا هذا مجرد حد يكون التكامل ثيتا من 0 إلى 2 باي، يكون التكامل 4 نفس تكامل 4/3 باي أي تكعيب. الأي هو أي نصف قطر في أي دائرة، أي ثابت في أي نصف قطر دائرة معطى. ممكن أن يعطاك رقم، ممكن أن يعطاك حد أو كمتغير هنا أي، وهذا الأي هو ثابت لكن غير محدد. فيكون حجم الكرة يساوي 4/3 باي نصف القطر تكعيب. الآن تمارين المطلوب، خلنا اكسرسايز من 1 إلى 16 change the Cartesian integral into the to an equivalent polar integrals، حولها إلى صيغة قطبية من الصيغة الكارتيزية إلى صيغة قطبية، then evaluate the polar integrals، وبعد ذلك أحسب the polar integrals. هذه التكاملات كما نرى من 1 إلى 8 ثم من 11 إلى 16 مطلوب حلها. Thanks for attention and coaching practice.